سيد الرئيس، السيدة الوزيرة، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني أن أتناول كلمة باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب للمساهمة في مناقشة مشاريع قوانين متعلقة بالاتفاقات الدولية المعروضة أمامنا للمصادقة، والتي نعتبرها ذات أهمية بالغة لكونها تأتي في سياق عولمة العلاقات الدولية والمبادلات الاقتصادية والتجارية وتعزيز روابط التضامن والتعاون بكل أبعادهما من كل القارات الإفريقية في إطار استمرار التعاون جنوب-جنوب، بالإضافة إلى الترسيخ الشراكة الاستراتيجية والتاريخية التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي. إن تفاعلنا الإيجابي مع مشروع القانون رقم 1119 المتعلق بالاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يأتي في إطار قناعتنا الراسخة بأهمية التعاون جنوب-جنوب كأولوية استراتيجية لضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة لفائدة القارة الإفريقية، وإيماناً منا بحكامة التوجه الذي تبنته بلادنا خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال العودة القوية للاتحاد الإفريقي أو من خلال الزيارات الملكية للعديد من الدول الإفريقية، والتي مكنت من تمتين الروابط مع شركائنا في إفريقيا جنوب الصحراء وإبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية والجهوية المتعلقة أساساً بالجانب التجاري والاستثماري دون إقفال الحضور الوازن للمقاولات المغربية في الأسواق الإفريقية والمساعدات التقنية التي قدمتها للعديد من الدول والدعم المتواصل لها. أما في إطار ثنائي أو في إطار الأمم المتمثل في مساهمة المغرب في حفظ السلم والأمن الإفريقي وعن طريق مشاركته في بعثات السلام الأممية، وفي هذا السياق فإن انضمام المغرب لهذه الاتفاقية المنشأة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الرامية للإدماج بين الأسواق الإفريقية تماشياً مع أهداف ومبادئ المنصوص عليها في معاهدة أبوجا والمتمثلة أساساً في إنشاء سوق قارية مع حريات تنقل الأشخاص ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، من شأنه أن يساهم في تكريس البعد الإفريقي للمملكة وتعميق التكامل الاقتصادي وتعزيز التواجد بالأسواق الإفريقية وفتح آفاق واعدة للاقتصاد الوطني، إلى جانب إرساء شركات متنوعة ومثمرة وإقامة روابط اقتصادية منصفة وعادلة ومتوازنة. ونحن نناقش هذه الاتفاقية المعروضة علينا للمصادقة، لا بد أن ننوه ونثمن المقاربة الجديد القائمة على الاهتمام بالدبلوماسية الاقتصادية كمرتكز أساسي في العلاقات الدولية الجديدة وصناعات القرار الدول والمؤسسات العالمية، وكآلية فعالة ومترجمة للبعدين الاقتصادي والتجاري للدبلوماسية التقليدية. سيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة، لا شك أن مصادقتنا اليوم على مشروع القانون المتعلق باتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ومشروع القانون المتعلق بالاتفاق بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 و4 من الاتفاق الأورو المتوسط المؤسس للشراكة بين المجموعة الأوروبية والمملكة المغربية، نعتبرها في الفريق الاشتراكي لحظة مهمة بالنسبة لبلدنا، وذلك راجع للعديد من الاعتبارات، أهمها أولاً كون هذه الاتفاقية تأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وعلى ضرورة تكريس وتعزيز التعاون بين الجانبين وفق معايير تنطلق من مصلحة الطرفين في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمغرب، التي لا يمكن إخضاعها لجوانب إجرائية أو التفاوض بشأنها. ثانياً، نعتبر أن التنصيص بالاتفاق الفلاحي الجديد على عدم التمييز بين منتجات أقاليمنا الصحراوية ومنتجات باقي جهات المغرب وعلى استفادة من نفس الامتيازات في أولوج الأسواق الأوروبية، وأن موافقة البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة بعد صدور قرار المحكمة الأوروبية على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام الذي يسري على كافة السواحل الأطلسية يشكلان انتصارا للدبلوماسية المغربية وإرادة ومبادرة ساكنة ومنتخبين الصحراء المغربية باعتبارهم الممثلين الشرعيين والوحديين للساكنة. ثالثا،
التنصيص على التوازن واستدامات الاتفاق بما يضمن مصالح بلادنا واحترام استدامة الموارد والثروات البحرية عبر الحفاظ على تجدد الموارد السمكية ومراجعة أسقف كميات الأسماك السطحية الصغيرة في الجنوب وإخضاع بعض أنواع الأسماك لمخططات تدبيرية سارمة لحمايتها وتعزيز نظام مراقبة المصايد ورفع القرامات مقارنة مع البروتوكولات السابقة. رابعاً، تجويد الإنعكاسات والفوائد على السكان المحليين من خلال رفع عدد البحار المقاربة في الأسطول الأوروبي وتحسين أوضاعهم وتكريس المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية. وإذ نؤكد تجاوبنا وتثميننا لهذه المشاريع القوانين وتأييدنا لها، اسمحوا لي السيد الرئيس أن أجدد التأكيد على ملاحظاتنا واقتراحاتنا في هذا الشأن اتفاقيات التبادل الحر بشكل عام، سواء تلك التي دخلت حيز التنفيذ أو تلك التي لا زالت موضع المفاوضات. وأهم هذه الملاحظات هو أن أغلب إن لم نقل جل اتفاقيات التبادل الحر ثنائية كانت أو متعددة الأطراف لم تحقق الآثار المرجوة في مجالات النمو الاقتصادي والتنافس وفي خلق مناصب الشغل المؤهلة والتنمية البشرية، حيث يسجل الميزان التجاري المغربي عجزاً بنيوياً. ومن أجل تجاوز الحصيلة التجارية السلبية لهذه الاتفاقيات، ندعو الحكومة بمختلف قطاعاتها إلى ضرورة التعجيل باتخاذ تدابير جديدة ناجعة وفعالة لتحفيز الصادرات وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة على وجه الخصوص لجعلها في صميم مسلسل التنمية الاقتصادية وقادرة على مواجهة انفتاح الأسواق. كما نعتبر أن التقائية السياسية القطاعية وإشراك الشركاء الفعليين الاقتصاديين والاجتماعيين ومساهمتهم في تحديد وتنفيذ استراتيجيات القطاعية يشكلان أحد أهم الآليات للحد من تفاوت بين الأهداف المعلنة والغير المعلنة في بنود الاتفاقيات وبين النتائج المحصل عليها. وأخيراً، التأكيد على ضرورة الاهتمام بقطاع الصيد البحري التقليدي بالأقاليم الجنوبية الذي تشتغل به الفئة العريضة من الساكنة المحلية عن طريق التعجيل باتخاذ التدابير الضرورية لتأهيله وتطويره وتقوية تنافسيته، ومع تمكين العاملين بهذا القطاع الحيوي من الوسائل الضرورية ومواكبتهم للرفع من قدراتهم الإنتاجية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للسيد النائب.